بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر له على فضله وامتنانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحييكم، أنا محمد الحربي، مقدم هذا اللقاء وأحد المتدربين بمجلس اللغة العربية للشباب والذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية. مرحبا بمشاهدينا ومستمعينا الكرام في لقائنا السبتي العلمي والذي يشرف بأنظاركم ويتهادى إلى أسماعكم عبر هذه المنصة المباركة المنبثقة من رحاب مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، فأسعد الله مساءكم بكل خير وهناء. نرحب وإياكم في هذه الليلة المباركة بمحاضرتنا الشاعرة والأديبة والمستشارة اللغوية والناقدة الدكتورة خديجة بنت عبد الله سرور الصبان. أهلا وسهلا بكم سعادة الدكتورة، ونشكر لكم تلبية هذه الدعوة. أستاذة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أيها الحضور الكريم، وتقبل طاعاتكم وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. يسعدني أن أكون هذه الليلة على منصتي مجمع اللغة العربية، والشكر لسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي رئيس المجمع. كما جاء في عنوان الإعلان، سنتناول خلال لقائنا هذا عددا من المسائل النحوية، متبعين إياها أو متبعين كل مسألة بما جاء بخصوصها في القرآن الكريم فصلاً وترجيحاً أو تأسيساً. ونبدأ بالتوقف عند عدد من المسائل التي تتعلق بظاهرة الحذف. والحذف كما هو معلوم ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية جميعها، وهو من جهة أخرى من الخصائص العامة لأنظمة اللغة العربية، وعلى رأسها نظامها النحوي، وهو أيضا أحد قسمي الإيجاز، والقسم الآخر هو إيجاز القصر. وكما نعلم جميعا، قد كان العرب شديدي الحرص على الإيجاز في كتاباتهم، في نصوصهم، في لغتهم، حتى أصبحت العربية تعرف بلغة الإيجاز، فكانوا يعمدون إلى حذف الحرف والكلمة والجملة، بل والجمل إذا وجدوا أن المعنى تام بدونها، ويقتصرون على الإشارة المعبرة الموحية. وفي ذلك كما يقول البلاغيون، إكساب للكلام جمالا وروعة، حتى أنهم ذهبوا إلى القول بأنه متى ظهر المحذوف زال ما كان في الكلام من البهجة والطلاوة، وصار إلى شيء غث لا تناسب بينه وبين ما كان عليه أولا. كما أنهم نصوا على أن المقياس الحق للبلاغة ما هو الإيجاز، هو المقياس الحق لبلاغة الكلام، وهو من الأساليب التي لا يحسنها إلا المتمكنون في اللغة البارعون في أساليبها، وهو كما نعلم جميعا كثرة بالغة في كلام العربي، شعره ونثره، وفي القرآن الكريم أكثر. وشرط الحذف أو شرط جوازه كما هو معلوم للجميع، شرطه عند النحاة وجود دليل على المحذوف وعلى موضع الحذف، على موضع الحذف. ووقفتنا ستكون عند ثلاثة من مسائله. الأولى، الخلاف حول جوازه أي جواز الحذف مع تأخر الدليل عن المحذوف.
والمسألة الثانية تتعلق بالالتباس بين إذ حال كونها حرف جواب وآخرها النون، وبين إذا المقطوعة عن الإضافة، ثم مسألة تتعلق أخيرا المسألة الأخيرة التي نتناولها ولها شواهد، مسألة تتعلق بوظائف باب الحال، وستتبع كل مسألة بما يحسم كما قلنا الخلافة أو خلاف النحاة أو بما يجلي أمرها من آية ذكر الحكيم. وسنبدأ بمسألة الخلاف بين سيبويه والمبرد حول جواز الحذف. طبعا هنا أنا قلت خاصية إيجاز الاكتفاء هو إيجاز الحذف، لكن لأن كثيرين يعلقون ويقولون هل يعقل أن هناك كان كلام ثم قام مستخدم اللغة بحذف وكذا، يعني يؤاخذون كلام النحاة على قولهم الحذف. فأميل أنا إلى أن أقول إيجاز الاكتفاء، الاكتفاء ببعض الكلمات دون بعض. المهم ننتقل إلى المسألة، وهي كما قلت الخلاف بين سيبويه والمبرد حول جواز الحذف مع تأخر الدليل. سيبويه لا يجيز الحذف مع تأخر الدليل، عنده لا بد أن يتقدم الدليل ثم يحدث الحذف أو يتم الحذف. أما المبرد فهو على خلاف ذلك، حيث يجيز الحذف مع تأخر الدليل، والقرآن الكريم سنجد فيه فصلا بين الرأيين. الشاهد الذي كان موضع الخلاف بينهما هو هذا الشاهد الذي ورد في باب النداء: أيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعا، ويا سعد سعد الخزرجين الغضارف. وأيضا شاهد آخر: يا زيد زيد اليعملات الذبلي، يا تيمة تيمة عدي لا أبا لكم. أورد هذا يا سعد سعد الأوس، أورده ابن مالك في أحد أبيات ألفيته ليقول لنا أن سعد الثاني، عفوا الأول، طبعا الثاني يجوز سعد الثاني يجب فيه النصب لأنه منادى مضاف، أما الأول فكما أنه يجوز فيه الضم على أنه منادى مفردا علما مبني على الضم، ويجوز فيه النصب على ماذا؟ هنا يأتي الخلاف بين سيبويه والمبرد. المبرد يرى أنه مضاف في حال نصبه، أيا سعد أيا سعد منصوب على أنه منادى مضاف. طيب أين المضاف إليه؟ قال حذف، حذف المضاف إليه لدلالة المضاف في سعد الأوس. وهنا يكون قد أجاز الحذف مع تأخر الدليل، يعني حذف من الأول المضاف إليه من الأول لوجود دليل في المضاف إليه الثاني، وذلك يعني أن الدليل أن الحذف تم قبل وجود الدليل. أما تخريج سيبويه فكما تعلمون يجعل سعد مضافا، نعم هو نصبه على أنه مضاف ولا شيء غير ذلك، لكنه مضاف إلى إلى الأوس المذكور هنا، وسعد هذا مقحم بينهما. معذرة ليتكم تبعدون هذا الشريط حتى أستطيع أن أتعامل مع عفوا المشرف على الزوم. دكتورة أستاذ عبد الله، نعم تفضل. نعم خلاص انتهى الأمر. الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا يجيز يعني فرارا من أن يقول بجواز من القول بجواز الحذف مع تأخر الدليل، مع أن مسألة الفصل أو إقحام سعد هذا بين المضاف والمضاف إليه، هذه يعني
دخول شيء بين المضاف والمضاف إليه يعني تقريبا مرفوض. لماذا؟ لأن المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة، وذلك هو سر حذف تنوينه، تنوين المضاف عند إرادة إضافته، لأنه طبعا التنوين من وظائفه الدلالة على اكتمال البنية، اكتمال بنية الكلمة، ومع الإضافة لا يكون الاسم المضاف مكتمل البنية لأنه أصبح بنيته تنتهي بنهاية بنية المضاف إليه، ومن هنا يأتي اكتساب المضاف من المضاف إليه أمورا نعرفها جميعا. طيب ماذا عن القرآن الكريم؟ يعني ماذا وجدنا في القرآن الكريم مع أي من المذهبين نجد في أسلوبه أو نجد في أسلوب القرآن الكريم الفصل في المسألة بينهما؟ في قوله تعالى في سورة ياسين: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هنا جواب، إذا طبعا إذا هذه الشرطية غير الجازمة ولابد لها من جواب، الشرط موجود، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ما لا يوجد جواب. استؤنفت جملة جديدة، آية جديدة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لكن في هذه الجملة المستأنفة نجد دليل الحذف وهو معرضين، فكأنه قيل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا، فحذف جواب إذا لوجود دليل عليه لكنه متأخر متأخر. فهنا إذن المسألة حسمت، فيجوز الحذف مع تأخر الدليل، وهكذا يكون الأقرب هو مذهب المبرد. هي القضية أيضا ليست فقط قضية الحذف مع تأخر الدليل أو تقدمه. في القرآن الكريم كما نعلم جميعا آيات كثيرة نجد فيها حذفا، ولا يوجد نص على الدليل. يعني في الآية الكريمة في آيات ياسين: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هنا معرضين هذه كأنها يعني تضع أيدينا على الجواب المحذوف، لكن في آيات، في هذه الآيات الكريمة التي نوردها هنا، نجد أن الجواب طبعا في غالب المحذوف بدون دليل يكون لدينا دليل صناعي. يعني مثلا أداة شرط يحذف جوابها، أو مبتدأ يحذف خبره. الدليل الصناعي هنا يرشدنا إلى وجود حذف في الكلام. في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لا يوجد الجواب، حذف جوابه لو، لأنه طبعا أريد هنا التحويل، لا دليل على الجواب، لكن السياق بأكمله يشير إليه. يعني لا توجد كلمة، لا توجد، لكن السياق هو الذي، هذا السياق الذي، سياق الموقف وما هم فيه، الحالة التي هم فيها، هذه كلها ترشد إلى الدليل. ولذلك قيل حذف جواب أداة الشرط لو، لفهم المعنى تهويلا للأمر، حتى يذهب ذهن كل إنسان المذهب الذي يكشف عن مقدار ما يكتنف ذلك الموقف. عفوا. أيضا في التقدير طبعا قدره أن البلاغيون ومفسر القرآن قدروا الجواب المحذوف
ولو ترى طبعا لرأيت أمرا عظيما وهولا مفزعا. أيضا في قوله تعالى أو في سورة النور وقبل الحديث عن الإفك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم، حذف جواب لولا كما حذف جواب لو، وتقديره لولا فضل الله لهلكتم لهلكوا، لأن الله سبحانه وتعالى من سياق الحال عرف أن الله سبحانه وتعالى، والمقال أيضا في الآيات التالية عرف أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الذين عن بعض من خاضوا في حادثة الإفك، فلولا هذا الفضل ولولا هذا التجاوز لهلكوا. ولو أنه لا يوجد في هذه نص على هذه الكلمة التي قدرت. ويقول السمين الحلبي في الدر المصون وحذف الجواب كثير في التنزيل وفي النظم. من النظم قول امرؤ القيس فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها. طبعا هو عندما ارتدى الحلة المسمومة التي أهداها إياه القيصر طبعا بدأ جلده يتساقط، فقال هذا البيت. جواب لو هنا أيضا محذوف، فلو أنها نفس تموت جميعا، تموت مرة واحدة موتة واحدة وهذا أسهل كثير، ولكنها نفس تساقط أنفسها. فهنا طبعا لكان مثلا يمكن أن نقدر الجواب المحذوف لكان الأمر هينا مطاقا إلى آخره، كل يقدر ما يراه. وأيضا في إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا هنا حذف جواب عفوا حذف خبر إن، يعني في الآيات السابقة رأينا الحذف لأدوات الشرط لو ولولا وقبل ذلك إذا، وهنا حذف خبر إن. إذن هذا الحذف محمود ويشيرون إلى أهميته، وهو مما يتفق مع النهج القرآني، مع نهج شريعتنا التي تحضنا على التفكير وعلى إطلاق العنان له. كم في القرآن من أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون، فكلها تحثنا وتطلب من المسلم أن يكون متأملا متفكرا، وهذه الأساليب مما تأخذ بيده في ذلك المجال، وهو يقرأ القرآن الكريم ويتدبر. انتهينا في مسألة الخلاف حول الحذف، من مسألة الخلاف حول الحذف مع تأخر الدليل، وقلنا أنها جائزة، بل قد تكون جائزة بدون نص حرفي على دليل، لكن السياق سياق الحال والمقال يشير إلى المحذوف، ويمكن أن يختلف التقدير من شخص لآخر في هذه الحالة. ننتقل إلى مسألة أخرى، نكتفي بهذا حتى لا. بين إذن هذه طبعا التي قال عنها المبرد أنه يتمنى أو يرجو أن يكوي يد من يكتبونها ألفا، وإذن هذه المكتوبة بالألف. لماذا نريد أن نتوقف عندهما؟ لأن حقيقة أنا عند النحاة وجدت إشكالا، وحتى بين المفسرين، يعني الكثيرون من المفسرين، وسنرى سأترك لي. بعد أن نستعرض ما جاء عنهما. إذن كما هو معلوم حرف جواب من الحروف الناصبة للفعل المضارع، ومن أمثلته مثلا أن يقال لشباب الوطن يدعوكم فيجيبون، إذن نجود بما يحتاجه، أو إذن نقلل من الاستهلاك، لأنه المحافظة
دعم، هذا فيه دعم للاقتصاد، جملة على جواب، وأن تكون صدر جملتها، وهي أيضا في هذا المثال. إذا نجود بما يحتاجه، وقع صدر جملتها، أن يكون المضارع بعدها للاستقبال، وهو أيضا للاستقبال. إذا نجود، يعني هذا يتحدثون عما سيأتي وأنهم سيجودون، ألا يفصل بينهما إلا بلا النافع والقسم، أي بينها وبين الفعل. وقد تقع إذن لغوا، وذلك إذا افتقر ما قبلها إلى ما وقع بعدها، كما في قول الشاعر: وما أنا بالساعي إلى أم عاصم لأضربها، إني إذن لجهول. كتبت بالنون، وأنا أرى أنها كما سنرى بعد قليل أنها هذه إذن الأخرى التي سنتحدث عنها. المبرد يقول: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف، لأنها مثل أن ولن. هذا ما يقوله المبرد. وأرى أن هناك أمر آخر يدعوه إلى النهي عن كتابة إذن بالألف، حتى لا تلتبس، عفوا، بإذن التي ستأتي. لم نجد لها ورود في القرآن الكريم، ورودها في الشعر والنثر أيضا في غاية المدرة بحسب اطلاعي. إذن الأخرى هنا، لأنه يوجد عنوان غطى عليه. إذن هذه مكتوبة بالألف هي إذن، هي إذا الشرطية التي في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لكن حال قطعها عن الإضافة إلى الجملة التي تضاف إليها وتعويض التنوين عنها. النحاة تحدثوا، ما ذكروا أبدا، ما ذكر أحد من النحاة أن إذا هذه تقطع عن الإضافة. هم ذكروا أن التي تقطع عن الإضافة هي إذ ذكروا أنها تقطع عن الإضافة، كما في قوله تعالى: كلا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون. فحينئذ إذن هذه هي إذ، حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فقطعت هنا عن الإضافة، حذفت الجملة التي أضيفت إليها، هي مضافة إلى إذ بلغت الروح، إلى جملة إذ بلغت الروح. ثم حذفت الجملة المضافة وعوض عنها بالتنوين. هذا الأمر هو نفسه نجده في إذا تقطع أيضا عن الإضافة ويعوض عنها التنوين. ومن شواهدها ومن في القرآن الكريم قوله تعالى: إنهم في سورة الكهف: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم إذ يموج في بعض، حذف الجملة التي تضاف إليها إذ الظرفية، طبعا هي ظرف. كنتم معي هنا في هذا في حديثي هنا؟ نعم كنا معك. طيب، إذن قلنا أن إذن هذه في قوله تعالى: لقد قلنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شطط. أذهب إلى أنها هذه الشرطية غير جازمة، وهي مضافة إلى وقد حذفت الجملة التي تضاف إليها وعوض عنها بالتنوين، وهي هنا معترضة. والتقدير: لقد قلنا إذا دعونا من دونه إلها شطط، يعني الشطط هنا لو لم يؤت بإذا لكان المعنى، يعني لصار المعنى أن وصفهم بالشطط على وصف قولهم بالشطط، والمراد وصف قولهم بالشطط في حالة دعوتهم إلها من دونه. يعني لو قيل لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا شطط، يعني قد يظن أن قولهم على العموم فيه شطط، لكن للتأكيد الأمور المهمة جدا يتم التركيز عليها وعدم يعني السماح بتطرق أي احتمال. فهنا جيء بإذ وأصبح التقدير: لقد قلنا
إذا دعونا من دونه إلها شططه. لكن ليه؟ لأن العربية كما قلنا لغة إيجاز، والكلام فيه دليل على هذا، على الجملة التي أضيفت إليها إذا، فحذفت هذه الجملة وبقيت طبعا وعوض عنها بالتنوين. وقلت هنا أنا لقد قلنا إذا دعونا إلها غيره شططا. ماذا قال في الدر المصون؟ قوله إذن، هو حتى كتبت إذن، طبعا أنا ما أدري هي في المخطوطة موجودة ولا، بس المحقق جيد يعني. إذن جواب وجزاء، هو فعلا إذن، لأنها قال جواب وجزاء، أي لقد قلنا قولا شططا إن دعونا من دونه إلها. نلاحظ أن هنا هو جاء بالشرط، يعني جاء بأداة الشرط، لكنه يعني ذهب إلى أنها إذن الأخرى أداة الجواب، وأنا أرى أنها إذا الشرطية، وأنها تحذف أو عفوا تقطع عن الإضافة، كما أن إذ الظرفية، هذه طبعا إذا هذه شرطية ظرفية وغير جازمة، كما تقطع إذ عن الإضافة وتعوض عن الجملة التي تضافان إليها، يعوض عنها التنوين. وأنتم حينئذ تنظرون أيضا، وأنتم فلولا إذا بلغت الحلقوم، أظن قرأتها خطأ، عفوا أستغفر الله العظيم قبلا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ بلغت، طبعا المراد الروح، طبعا الضمير المستتر يعود على، هي معلومة مقدرة في الذهن، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، حينئذ بلغت، ثم حذفت الجملة لوجود دليل عليها وعوض عنها بالتنوين، وهو الأمر الذي أراه هو نفسه واقع مع إذا. وإذا في هذه السياقات في سورتي، هي وردت في ثلاثة مواضع في سورة الكهف، وفي مواضع أخرى في سور أخرى، أرى أنها إذن هي الشرطية غير الجازمة. انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة تتعلق بوظائف باب من أبواب النحو، وهو الحال. الحال هذا الباب كان ضمن دراستي في مرحلة الدكتوراه. أنا رسالتي كان عنوانها أساليب البيان في النحو العربي، دراسة دلالية من خلال القرآن الكريم، ودرست فيها ستة أبواب: النعت والحال والأطف البيان والبدل والإضافة والتمييز. فمن خلال الدراسة، لأن الدراسة من خلال القرآن الكريم، توصلت إلى أمور يعني تزيد على ما قال به النحاة فيما يخص وظائف الحال. أنا كنت الأبواب، هذه الأبواب درستها من خلال الوظائف والخصائص، يعني كل باب درس من خلال وظائفه وخصائصه. طبعا النحاة ماذا قالوا فيما يخص الحال؟ أنها طبعا كلنا نعرف أنها تأتي لبيان هيئة مقارنة للحدث، يعني هيئة صاحبها. وقال بعض النحاة أيضا أنها تأتي قرينة إنكار وتوبيخ، وتأتي أيضا مؤكدة. من خلال دراستي تبين لي أنها تؤدي وظائف أخر. هذه الثلاثة التي ذكرتها هنا بعضا من تلك الوظائف، لأن الوقت لا يسمح باستعراض الوظائف جميعها. فمن هذه الوظائف، طبعا قبل أن أتحدث عن الوظائف، عندنا القاعدة، قاعدة ابن هشام، قاعدة ابن هشام الكلية، قاعدة كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. ما هي هذه القاعدة الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية؟ هي قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه
في معناه أو في لفظه أو فيهما معا. وما ذكره النحاة من أن الحال تأتي لبيان هيئة صاحبها وقرينة إنكار وتوبيخ وكذا، صحيح كوظيفة أساسية، لا يعني وظيفة أساسية من وظائفها، لكن لوجود أوجه شبه بينها وبين عدة أبواب نحوية، جاءت مؤدية بعضا من وظائف تلك الأبواب. مثلا سنأتي الآن عند وظيفة التخصيص. الحال جاءت في القرآن، وجدتها في القرآن الكريم قد جاءت مؤدية وظيفة التخصيص. التخصيص هو وظيفة نعت النكرة. نحن نعرف أن النعت له وظيفتان أساسيتان، وهما التوضيح، توضيح المعرفة، وتخصيص النكرة. هاتان هما الوظيفتان الأساسيتان في النعت، ويأتي مؤكدا ويأتي إلى غير ذلك. التخصيص في طبعا في والحال وجدتها قد جاءت مؤدية هذه الوظيفة، وظيفة نعت النكرة وهو التخصيص، لوجود شبه وجهة مشابهة بينها وبين النعت. ما هو هذا؟ في قولنا جاء زيد راكبة، هذه الجملة وما كان على شاكلتها يدل على مجيء موصوف بركوب، فهي تدل على وصف صاحبها وقت وقوع الحدث، فهي وصف، لكنه وصف منتقل. وإن كانت في أحيان كثيرة تأتي الحال ملازمة، وكما أن النعت وصف فالحال وصف، فمن هنا جاء أو ساغ أن تؤدي الوظيفة أحد وظائف النعت وهي التخصيص. في قوله تعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من الأوثان هذه طبعا جار ومجرور، الجار المجرور هنا لابد أن يتعلق، وهو متعلق هنا بمحذوف وجوبا. نحن نعرف أن الجار والمجرور، نعرف جميعا الجار المجرور إذا تعلق بمحذوف وجوبا، إما أن يكون المحذوف وجوبا خبرا أو نعتا أو حالا. فالرجس هنا معرفة، فاجتنبوا الرجس كائنا من الأوثان، حالة كونه من الأوثان. من الأوثان الرجس عام في أشياء كثيرة من بينها الأوثان، فإذا جاءت فاجتنبوا الرجس، الحال الجار المجرور المتعلق بمحذوف وجوبا حال من الرجس، جاء مخصصا للرجس، جاء مخصصا للرجس، وبعد ذلك عطف عليه واجتنبوا قول الزور. إذا أنا ذكرت أن الرجس عام يشمل الأوثان وغيرها، فجيء بالجار والمجرور بتخصيص العموم ببيان المأمور باجتنابه من أنواع الرجس. من وظائفها أيضا أنها تأتي، التي لم يذكرها النحاة وجدتها من خلال دراستي للدكتوراه، أنها تأتي مبينة لزمن الحدث. لماذا وجود مشابهة بينها وبين الظرف؟ لأن كليهما بمعنى فيه، جاء فيها في حال ضحك، جاء في حال حزن، جاء في حال ركوب. فإذا والظرف بمعنى فيه، الحال بمعنى فيه، فهذا الشبه سوغ أن تؤدي الحال مؤدى، أو أن تأتي الحال مؤدية وظيفة الظرف، كما في قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يعني هنا في غير القرآن يمكن أن تحل محل مصبحين كلمة صباحا، دابر هؤلاء مقطوع صباحا.
فمصبحين هنا جاءت مؤدية شيئين، مؤدية دالة على زمن حدوث القطع الدابر، نزول العذاب بهم، وعلى الحالة التي كانوا فيهم. طيب، ولماذا إذا سئلنا لماذا لم يقل مثلا إن دابر هؤلاء مقطوع صباحا وأخذتهم، فالجواب يقال أن هذه الحال، مجيء الحال هنا، أفادت فائدة زائدة على الظرف، إذ تميزت عليه بتصوير ما كانوا عليه. نلاحظ إنسان في الصباح يستيقظ كله نشاط، كله حيوية، انطلاق إلى الحياة، فنرى المهلكين مكتملين نشاطا استعدادا للانطلاق إلى ممارسة حياتهم، مشرقي النفوس والوجوه، وإذا بما يذهب كل ذلك الإذهاب التام يفجأهم صيحة ردتهم إلى همود أبدي. فإذا هنا دور الحال وتأديتها لوظيفة الظرف دور أقوى من جهة الدلالة ومن جهة المعنى من أن يؤتى بالظرف، يعني من أن يقال فأخذتهم الصيحة وقت الشروق، أو أخذتهم الصيحة صباحا أو وقت الصباح. فإذا الحال هنا أبلغ في أدت بمسوغة تأديتها هو هذه المشابهة، وأدت هذا الدور باقتدار أعلى من أن يقتصر فيه على الظرف. آخر ما سأتحدث عنه من وظائف الحال، هناك وظائف كثيرة أنا وجدتها في، وهي موجودة في رسالتي، ورسالتي موجودة على جوجل، موجودة لمن يريد أن يحملها. بيان العلة هذا أيضا من الوظائف التي تؤديها الحال، والسبب أن بينها وبين المفعول لأجله مشابهة. قال النحاة أن المشابهة من جهة أن في كل منهما تفسيرا لحيثية مبهمة من حيثيات الفعل. أحيانا الكيفية المجيء مبهمة، أحيانا علة الحدوث مبهمة، فمن هنا أجاز الواحد أن يقال جئته معتذرا إلي، هي معذرا، هي معتذرا، ولأجتلب رضا. نلاحظ أنه هنا عطف اللام، طبعا هذه لام العلة، فهنا عندنا مفعول لأجل لاجتلاب رضاه. فإذا ما الذي سوغ هذا العطف؟ أن معتذرا مع كونها حال جاءت مؤدية معنى التعليل. وذلك أيضا نجده وإن كانت الحال هنا جملة في قوله تعالى، هناك أحوال جاءت في القرآن الكريم مفردة أيضا، لكن حقيقة الوقت ما أسعفني في البحث في التنقيب في رسالتي عنها، فوجدت سريعا الآية الكريمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن ما علة النهي، هم ما علة نهيهم عن الهوان، عن أن يهنوا وأن يحزنوا؟ أن الغلبة لهم لأجل هذا السبب، نهوا لأجل هذه العلة، نهوا عن أن يتضعضعوا، عن أن يحزنوا، لكن الشرط إن كنتم مؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا، أجعل هذه الأمة وهذه البلاد وجميع بلاد المسلمين ممن يتحقق فيهم الشرط ويزول الحزن والهم إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما أردت تحديثكم عنه في هذا المساء من مسائل نحوية تلتها باقات من آيات كريمة فصلت وبينت وقربت. أرجو أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء، وأرجو أن تكونوا قد وجدتم فيه شيئا من الفائدة.
وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتورة. شكرا شكرا سعادة الدكتورة على ما قدمتموه في طرحكم الشائق والمميز. ما أدري إذا في مداخلات أستاذ عبد الله. شكرا للدكتورة، المجال الآن متاح للمداخلات الصوتية والأسئلة، إن كان هناك مداخلة صوتية نرجو رفع علامة الكف حتى نتيح المجال للتحدث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا دكتورة على هذا اللقاء الجميل الممتع. لكن لي سؤال لحضرتك في المسألة الأولى، جواز الحجز مع تأخر الدليل، هل يوجد دليل على المسألة نفسها غير ما ذكرتم؟ يعني نريد دليلا من القرآن على حذف المضاف إليه، وليس الأدلة التي ذكرتموها. طيب شكرا أستاذ إبراهيم، نأخذ مداخلة أخرى من الأستاذ حامد، تفضل أستاذ حامد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا دكتورة، ومساء الخير على الجميع، وشكرا لهذه المحاضرة الجميلة والمثرية. أنا عندي سؤال يعني يمكن خارج الموضوع نوعا ما. أنا يا دكتورة عندي بيت شعر قلت يوم ونصف يا حبيبي لم أرك، أنا ما أقل في الوفاء وأكثرك. حدث جدال على البيت هذا ونقاش أنه عنون الوقاية يعني لا يجوز حذفها عند البصريين يعني، ولكني وجدت جواز حذفها عند الكوفيين، هل كلامي صحيح؟ تأيدينها أي كفة تؤيدين؟ يوم ونصف، يوم ونصف يا حبيبي لم أرك، أنا ما أقل يعني المفروض ما أقل في الوفاء وأكثر. البيت لم يستقم إلا بهذه الصورة، ما أدري، أود أن أجد عندك مخرج. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا. شكرا. الله يسلمك. شكرا أستاذ حامد. الدكتورة إيمان النجار تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء مشرق بنور القرآن والعلم في هذه الجلسات الرمضانية. شكراً لمجمعنا المكي الذي يتحفنا دائماً بهذه اللقاءات الأكاديمية. شكراً سعادة الدكتورة خديجة الصبان، وقد عهدناك حريصة ومهتمة بلغة القرآن الكريم، متفننة حقيقة في خدمة هذه اللغة وربطها بالقرآن الكريم. جزاكم الله خيرا وتقبل الله طاعتكم جميعا. الحقيقة أنا أثار شجوني الحديث عن الحذف في القرآن الكريم اليوم، وذكرني بقول ابن جني في بعض مواضع الحذف، شجاعة العربية، يعني حين يحذف الحرف ويحذف الاسم وتحذف الجملة، فهذا دليل على شجاعة العربية. كأني لأول مرة أسمع عن تنوين الحذف، تنوين العوض عن جملة، وهذا درسته كثيرا. يعني الله عز وجل يقول أنتم حينئذ تنظرون، نتخيل أن علامة تنوين تقوم مقام جملة. يعني الآن أنا تفكرت في هذا الأمر، علامة التنوين التي الآن أصبحنا نحذفها في كلامنا، ونحذف أحيانا الحركات، والشباب الآن يحذفون الحروف. فنتخيل أن تنوين فقط بضم أو فتح أو كسر، حينئذ، ساعتئذ، يومئذ، عوض عن جملة، أمر عظيم يعني، ويدعو إلى التأمل، وكما ذكر الجني فيه شجاعة أني أنا أحذف جملة وأعوض عنها بتنوين، وعندي تنوين عوض عن كلمة، كما في قوله تعالى كل له قانتون، وتنوين عوض عن حرف كما في قاض وداع وما إلى ذلك. فالأمر يحتاج حقيقة يعني تأملا ونظرا في عمق هذه اللغة وجمالها. هذا جانب. من جانب آخر، أشعر أن الحذف يعني يدعو أو يتطلب أن يكون السامع لهذه اللغة متيقظا ليدرك الحذف. فيعني
كأنه على قول لهم زين يقول نصف علينا ونصف عليك يعني. وهذا التداول إنه مع المخاطب، إنه أنت قدر أيها المخاطب، وأحياناً يقدر كما تفضلت دكتورة خديجة يعني يذهب الذهن في التقدير كل مذهب، وهذا يناسب كون القرآن الكريم حمالة أوجه. وفي قصة موسى مثلاً أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، لم يقل تعالى فألقاها، فحذف هنا الفعل في حين أنه ظهر في آية أخرى ألقها يا موسى فألقاها، والقرآن يكمل بعضه بعضا، فظهرت مثلا ألقاها في موضع معين وحذف فيه مواضع أخرى. فموضوع الحذف حقيقة في القرآن الكريم موضوع يحتاج إلى مزيد من التأمل، لعل يعني ممن كتبوا فيه في إعراب القرآن منسوب إلى الزجاج أبواب كثيرة في الحذف والإضمان. شكرا لكم وجزيكم خير. العافية، شكرا لك دكتورة. شكرا دكتورة. نأخذ مداخلة أخرى من الدكتور عمر عتيق، تفضل دكتور عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم بالصحة والسلامة. أنا اسمي عمر عتيق من جامعة القدس، أستاذ دكتور في جامعة القدس بفلسطين. حياكم الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وبارك الله بعلمك وزادك الله علما. قدمتي فأجرتي وأبدعتي وفصلتي ووضحتي، وكله في ميزان حسناتك إن شاء الله. اللهم آمين. لي أمنية أو توصية تعزيز العلاقة بين النحو والدلالة. لم تقصري دكتورة، ولكنني أطمع بالمزيد في تجلية العلاقة بين النحو والدلالة، وسأضرب مثلا واحدا بعد إذنك على الحال مصبحين، ولست أستقصد هذا المثال، وإنما سيكون يعني مثالا لرؤيتي. من يتدبر القرآن الكريم يجد أن الفعل صبحة اختص بالسياق الدلالي الذي له علاقة بالحرب والقتال والخوف والخسران. وهذا الكلام أقوله بعد استقراء لكتاب الله العزيز. فمادة صبحة وقعت في القرآن الكريم في سياق العذاب والخوف والخسران. سأضرب أمثلة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، وفي آية أخرى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وقوله فأصبح في المدينة خائفة، وقوله تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، وقوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وقوله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى آخره. الآن كثرة هذه الآيات وقصص الفعل صبحة ومشتقاته سواء كانت حالا أو غير حال تدعونا للتساؤل، لماذا هذا التلازم لمادة صبحة مع السياقات المذكورة؟ هذا الأمر يحتاج إلى البحث في البنية المعجمية للفعل صبحة. من يبحث في هذا الفعل يجد أن مادة صبحة تفيد الدلالات التي جاءت بها الآيات القرآنية. كذلك ينبغي أن نستعين بالسياق الثقافي الذي نزل فيه القرآن الكريم، إذ كانت العرب لا تبدأ الحرب أو الغزو إلا في الصباح الباكر، لذلك ارتبط الصباح الباكر بأذهان العرب بالحرب والخوف. أقول بناء على هذا أن مادة صبحة نهضت بمقتضيات الساق في الآيات التي أشرت لها للعذاب والخوف والخسران والحزن والندم والدمار والجفاف والكفر، وكلها معان تندرج فيما يثقل على النفس ويكدر صفو الحياة. ونتساءل هنا
ما الذي جعل البدائل المناظرة للفعل صبحة تغيب عن هذه السياقات؟ لماذا لم يعبر عن وقوع الحدث بالفعل أو يعبر بالفعل جاءهم أو أصابهم ونحوها؟ مثلا لماذا لم يأتي زمن الحدث بالفعل صاروا أو أمسوا أو أضحوا بدل من أصبحوا؟ دلالة الفعل صبحة في الآيات التي ذكرت جزءا منها لا تقتصر دلالتها على الحدث، وإنما تتجاوزها إلى الدلالة على زمن الحدث وهو الصباح، إذ ارتبط الصباح الباكر كما قلت عند العرب بالحرب والقتل والدمار. فالصباح في اللغة الآن في اللغة هو يوم الغارة، وقيل إن المقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال، فإذا عادوا أو عاد النهار عفوا عادوا، هذا كما ورد في لسان العرب. كما أن مجيء الفعل صبحة في سياق الخوف والخسران والحزن والندم وغيرها يحمل دلالة نفسية، ذلك أن العادة أن من به علة تزداد عليه بالليل يرجو الفرج عند الصباح، فاستعمل أصبح لأن الخسران جعل لهم أو جعل لهم في الوقت الذي يرجون فيه الفرج. هذا ما ورد عند الزركشي وغيره من القدماء. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، أفدتم جزاكم الله خير. طيب أشكرك أشكرك أشكرك. شكرا شكرا دكتور عمر. تفضل دكتورة. أبدأ أولا من آخرا. بالنسبة للفعل صبح، هو الفعل صبح بمعنى يعني جاء في المعجم صبح الوجه صباحة أشرق وجمل. أما الدخول في الصباح فهو الفعل أصبح وليس صبح. هذا شيء. فسبحان الله بدليل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون بضم حرف المضارعة، ولا يضم حرف المضارعة إلا إذا كان الفعل رباعية. هذا شيء. الشيء هذا أمر. الأمر الآخر، أستاذنا الكريم عمر عتيق من جامعة القدس الحبيبة أيضا عندنا أصبح فؤاد أم موسى، ليس من الصباح، هذه من أخوات كان فارغة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، هذه أصبح التي هي من أخوات كان الفعل الناسخ، وأيضا وأصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. هذا أيضا ينطبق عليه. ما قلته أنا قبل قليل أن وقت الصباح، طبعا العرب كانوا يحاربون صباحا لأن المحاربة ليلا ما كانت ممكنة في ذلك الوقت، فيبدأون طبعا الانطلاقة إلى مقاتلة العدو بعد أن يستيقظوا وهم في قمة الحيوية والنشاط، فينطلقون إلى الغزو وإلى المقاتلة. لكن الصباح على عمومه هو وقت إشراق ووقت يعني وقت جمال النفس، النفس تكون جميلة ومنفتحة ومتفتحة للحياة، كما ذكرت في قبل قليل، قلت لماذا، عندما قلت لماذا جيء بالظرف لم يؤت بالظرف وجيء بالحال، إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أخذتهم الصيحة مشرقين، فقلت أن هنا أن الحال هنا تميزت بفعل الإشارة، وكل طبعا هذا العذاب كل ما جاء في القرآن بخصوص نزول العذاب بالأقوام المكذبين والكافرين هو ينزل بهم في وقت الصباح، يعني هم منطلقين للحياة، كلهم حياة وحيوية ويريدون أن يمارسوا هذه الحياة، وإذا بهذه الحياة تخمد ويقضى عليها، فمن هنا جاء هذا الاختيار لنزول العذاب بهم وقت الإشراق ووقت الصباح. طبعا أشياء كثيرة في القرآن الكريم، لكن وقت فيما يتعلق بلال التي وأنا أؤيدك جدا في قضية الربط بين النحو ومعانيه، وهذه طبعا من
طبعا علم المعاني معروف هو اصلا كان جزء من النحو، اذا به يعني ينتقل الى عالم البلاغه. فأنا ممن يعملون في هذا المجال، ولذلك دراستي دلاليه، اساليب البيان في النحو العربي دراسه دلاليه من خلال القران الكريم. ربط النحو بمعاني هذا مما يقربه الى النفس، ولكن يحتاج صبرا، يحتاج صبرا ويحتاج بحثا وامورا كثيره. وطبعا وقت المحاضرة هو الذي طبعا جعلنا نقتصر على هذه المختارات التي وجدتموها قليلة. شكرا جزيلا الأستاذ. ما أقلي يا حبيبي. نعم الكوفيون أذكر على بحسب ما أذكر أنهم أجازوا حذف نون الوقاية في الشعر، ولكنه ليس في أنتم تعرفون أن للشعر يعني بعض الأمور التي يتجاوز فيها للشعر، وهي الضرورات الشعرية طبعا، لا وليس منها رفع منصوب ولا نصب مرفوع ولا هذه الأمور التي يتكئها من يصفون أنفسهم بأنهم شعراء من المبتدئين الآن، ويظنون ويقولون أنها تدخل في باب الضرورة الشعرية. لا، الضرورات الشعرية لا، هي مواضيع محددة سمح بها للشاعر. أستاذة إيمان، نعم ابن جني وهو عبقري العربية كما نعرفه جميعا، وصف الحذف بأنه يعني علامة من علامات شجاعة هذه اللغة. وتنوين العوض حقيقة في هو ما سد مسد الجملة، لكن هو دل على أن الجملة محذوفة. وكيف دل على أنها محذوفة؟ بهذا التنوين بانتهاء، لأن التنوين كما قلت أن من وظائفه الدلالة على انتهاء البنية، على انتهاء بنية الكلمة، فكأن هذه الكلمة وهي إذن أو إذا قد انتهت بنيتها هنا. وطبعا لكن ليس في التنوين نفسه دلالة معنوية، ليس فيه دلالة معنوية أبدا. هذا شيء. الشيء الأخير، قاضي وداعي، الأسماء المنقوصة، تنوينها الأسماء المنقوصة المصروفة تنوينها ليس تنوين عوض. يعني أنا عندما أقول هذا الأصل قبل الحذف، أقول هذا قاضي عادل، ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى بقي التنوين وبقيت الياء ساكنة، التقى ساكنان، التنوين موجود، فالتقى ساكنان وهو التنوين والياء فحذفت الياء، لأن لدينا قاعدة تقول إذا التقى ساكنان أولهما مد يحذف المد، فالياء هنا حرف مد لأنها مسبوقة بكسرة، قاضي مسبوقة بكسرة فحذفت، فالتنوين هنا تنوين تمكين. أما تنوين العوض فهو في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف، مثل مباني، دواعي، هذه أصلا لا يوجد التنوين، ليست منونة، فإذا حذفت الياء يؤتى بالتنوين عوضا عنها. إذا لابد أن نفرق هنا بين تنوين قاض المنقوص إذا لم يكن ممنوعا من الصرف فتنوينه تنوين تمكين، أما إذا كان ممنوعا من الصرف فتنوينه تنوين عوض. وشكرا لكم جميعا. السؤال الأول فيما يخص الأمثلة، نعم هذه الأمثلة التي طبعا يكفي دليل، يعني يكفينا دليل واحد، عندما يصير سيبويه إلى أن يقدر، يعني لا نهتم الآن بالمثال، ليس همنا المثال، همنا القضية. ما هي القضية؟ القضية أن سيبويه صار إلى القول بإقحام المضاف والمضاف، بإقحام عفوا، بإقحام اسم بين المضاف والمضاف إليه مع الخصائص التي ذكرتها قبل قليل، وهو أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فكونه يقول بهذا بيجيز هذا الإقحام مع أنه ضعيف، وطبعا وجد في قراءة من القراءات في القرآن الكريم، فلكن فهذا دليل على أنه يأبى القول بجواز الحذف مع تأخر الدليل. شكرا. شكرا سعادة الدكتورة.
في مداخلة من في مداخلة يا عبد الله؟ نعم، من الأستاذ ناصر، ناصر عثمان، تفضل. تفضل أستاذ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل. عليكم السلام. أولا أشكر كثيرا الدكتورة خديجة الصبانة على تقديمها الممتاز الرائع، وعلى إتحافنا بهذه المسائل النحوية المهمة، وفي تقديمها أو تأصيلها لهذه القضية ذكرت أن هذه الظاهرة ظاهرة مشتركة بين اللغات، ولكن يبدو أن الزمن لم يزعدها في أن تؤصل لذلك أو أن تسوق بعض الأمثلة على ذلك. وسؤالي هو، هل في بحثها الموجود على الشابكة هل موجود يعني هذه الإشارات، هل موجودة في بحثها؟ لأن هذا التوصيل مهم. إشارات إلى ماذا؟ عفوا، إشارات إلى ماذا؟ إشارات إلى وجود الظاهرة في اللغات الأخرى؟ إلى وجود الظاهرة في اللغات الأخرى، وإلى يعني هي في أي ناحية من نواحي، هل هي في التراكيب؟ هل هي في الدلالة؟ هل هي يعني هل هي مثل ما هي في اللغة العربية تماما؟ يعني هل هناك مبحث يعني يمكن الرجوع إليه في هذا الموضوع؟ يعني أو حبذا لو أشرت بعض الشيء إلا هذا التأصيل. وأكرر لك شكري وتقديري على هذا التقديم الجميل. السلام عليكم. الاسم الكريم ناصر، أستاذ ناصر. ناصر عثمان صبير. شكرا لك. نعم، تفضل يا دكتورة إلى أن تأتي مداخلات أخرى. رسالتي للدكتورة ليس لها علاقة بالتأصيل، بأن نؤصل لما في اللغات الأخرى. هذا أمر هو من الأمور البديهية، وجوده أو ظاهرة الحذف، وجوده ظاهرة الحذف في اللغات الأخرى، حتى عندما نسمع الكلام نحن الكلام، وحتى عندما نقرأ النصوص، مثلا قصة قصيرة باللغة الإنجليزية، رواية، أحيانا تجد في بعض، لكن العربية تفوقت على هذه اللغات تفوقا بعيدا بعيدا بعيدا، حتى كما قلت أنا ذكرت أنها لغة الإيجاز، سواء كان إيجاز اكتفاء أو هو الحذف، أو إيجاز قصر. فما الذي يجعلني أذهب لأصل؟ أنا لست باحثة في موضوع في لغة، يعني ليس موضوعي البحث عن الحذف في غير لغتي، هذا يمكن أن، وليس يعني ليس هو موضوع رسالتي، وليس مما أهتم به، وإن كنت عن أعرف، وهذا كما قلت من الأمور البديهية أنه موجود في اللغات جميعها. طبعا في اللغة العربية الحذف موجود، كما هو موجود في الجملة، موجود في الكلمة، وموجود في حتى في الأصوات. الأصوات فيها يعني أحيانا طبعا عندنا عملية الإعلال والإبدال تكشف عن ما يحدث من تغييرات في الكلمات، وأما فيما يخص الأصوات فعندنا طبعا ظاهرة التخفيف تكون بالإدغام بالأمور الصوتية المعروفة لنا جميعا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتورة. في سؤال من الأستاذ سليمان مختار يسأل عن هل يجد مثالا آخر للحث بالتنوين في القرآن الكريم أو الشعر العربي؟ تقصد إذن هذه الواردة التي أتيت بها؟ لم يحدد، ممكن يسأل عن هذا، حذف بالتنوين. هو ليس حذفا بالتنوين، هو حذف الجملة التي تضاف إليها الحذف الجملة التي تضاف إليها إذا، وإذا
حتى ليش دعوني أعود إلى الشريحة التي فيها حتى تتضح المسألة ويعني نصفها وصفا صحيحا. نعم، هنا عندنا نقول هنا حذفت الجملة التي تضاف إليها إذا، كما قدرناها، لقد قلنا إذا دعونا إلها غيره شططا، فحذفت الجملة التي تضاف إليها إذا وعوض عنها بالتنوين. إذن هذا التنوين عوض عن جملة، وهو هنا يشير إلى اكتمال بنية هذه الكلمة، الكلمة المفردة. هذا الحذف في القرآن الكريم كثير، وأنا طبعا لأجل الوقت اكتفيت بهذين الشاهدين. في سورة الكهف وحدها ورد في ثلاثة مواضع هذا أحد، هذان، هذا الأول، هذا الأول، لا هذا الأول، هذا الموضع الأول منهما في الآية الرابعة عشرة، وهذا الثاني، وهناك موضع ثالث، ويوجد أيضا في سور أخرى هذا النوع من الحذف، يعني ليس نادرا. نعم دكتورة، شكرا لك. الأستاذ حامد أيضا يسأل عن، يقول هل يجوز حذف حرف العلة من الفعل المعتل الآخر مع حذف التنوين في الوقت نفسه؟ التنوين أولا من خصائص الأسماء، التنوين ليس له علاقة بالأفعال، وحذف حرف العلة يعتمد طبعا الأفعال المعتلة الآخر عفوا يحذف حرف العلة منها إذا سبقت بأداة جزم، أو طبعا كانت أداة جزم سواء لم وأدوات الشرط الجازمة، في هذه الحالة تحذف حروف العلة، حروف العلة من الأفعال. أما التنوين فالأفعال لا تنون، يعني نحن التنوين في قاضي، وهذه قاضي وساعي وداعي، هذه أسماء منقوصة، ثم الأسماء المنقوصة. وما هي الأسماء المنقوصة؟ هي كل اسم معرب منتهن بياء لازمة مكسور ما قبلها، فكل ما ينطبق عليه هذا التعريف يعد اسما منقوصة، وتحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر، وطبعا يبقى التنوين. شكرا جزيلا دكتورة. نختم بمداخلة من الدكتور عامر العريني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شكرا لكم على هذه الدعوة، وأشكر الدكتور لافي الذي صديقي وزميلي في الدراسة في الأردن في جامعة موتي، الذي أتاح لنا هذا اللقاء، وهذا شرف عظيم أن نستمع لهذه النخبة للدكتورة الفاضلة وللمناقشين الكرام. بخصوص مداخلتي ستكون بخصوص الحذف، فالحذف كلنا يعلم أنه يقع في الحرف ويقع في الكلمة ويقع في الجملة، وهذا معلوم لديكم جميعا. فأما حذف الحرف فمنه حذف حرف العلة، فلدينا مثلا في سورة الفجر والليل إذا يسر، فهنا حذف حرف العلة رغم أن المضارع لم يسبق لا جازم ولا وقع جوابا، فهنا وددت أو طمعت كما طمع من قبلي بأن تقودنا الدكتورة إلى ما هو أبعد من مسألة الحذف ومن شواهد الحذف، إلى الدلالة البلاغية. ما الجمالي من الحذف في اللغة العربية؟ ما جماليته في البلاغة العربية؟ حيث أن القرآن حذف هذا حرف العلة، حذف حتى تتوافق أو حتى تتواتر الفاصلة القرآنية، فاصلة الراء، وهذا الحذف موجود في القرآن. يعني لا بأس من إيراد الكثير من دكتورتنا الفاضلة، لا بأس من إيراد الكثير من الأمثلة، ولكن وددت وطمعت لو كان هناك الوصول إلى الدلالة البلاغية.
ما الفائدة من الحذف أو كما يسميه بعض النحاة الحث؟ عربيتنا تحب الحث وتحث من الكلمات. ففي سورة الكهف ورد ثلاث أفعال في كل فعل لكل ظرف ثلاثة أفعال نعم، لكل فعل قيمة الدلالية والبلاغية ودلالة في السياق. فرب العالمين على لسان الخضر أنك لن تستطيع، وفي النهاية قال تستطع وتسطع، فهذه لها دلالات وددت لو وصلنا إلى هذه الدلالات من الحذف. أشكر جميع الفضلاء الكرام. شكرا. ما ذكرته اتفق معك فيه أستاذ عامر، لكن أحب أن أقول أني فيما تناولته مما كان موضع تناول في هذه الأمسية تحدثت عن الدلالة. ما الفائدة من قولنا لماذا، عندما قلت لماذا جيء لماذا لم يقل في الندابرة، لم يقل أن دابر هؤلاء مقطوع صباحا، وقيل أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ما أدري إن كنت قد جئت متأخرا أم جئت من البداية أم كنت معنا، أنا لأني أنا بينت هذه دلالة الإتيان بالحال أو تأدية هذا المعنى، إفادة الزمن بواسطة الحال بدل الظرف، وأن أنه له دلالة أبعد من أن يؤدى بالظرف. أيضا في عندما قلت أن في ولن تفلحوا إذا أبدا، لقد قلنا إذا شطط فيه لن تفلحوا، وقلت هنا لو قيل لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا شطط، فقد يظن أن دائما هذا الأمر متصل بأقوالهم. وأيضا في قولهم في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، لو لم يؤت بإذا هنا، لو لم يؤت بإذا وهي هنا جملة معترضة، وقيل ولن تفلحوا أبدا، معنى ذلك الحكم بعدم فلاحهم مطلقا، حكم مطلق بعدم فلاحهم، في حين أن الحكم بعدم الفلاح مرتبط بظهورهم عليهم، أي باكتشافهم أمرهم. إذا اكتشفوا أمرهم سيرجموهم أو يعيدهم في ملتهم، وإذا عادوا في ملتهم لن يفلحوا. فإذا وجود هذه الأداة أفاد، يعني حدد وعين المراد بدقة شديدة تدفع اللبس وتدفع الاحتمال، كما قلت الاحتمال أنه لو لم يؤت بها وقيل أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا، فكأنهم حكموا عليهم بعدم الفلاح، لكن هو عدم الفلاح مرتبط بالعودة في ملتهم، وهذا دوره. إذن طبعا هنا جاءت جملة معترضة هي وجملتها. فأنا بينت فيما تحدثت عنه من مواطن الحذف، بينت أيضا عندما تحدثنا عن الحذف بعد لو وبعد لولا، كيف أن المراد به التهويل واستعظام الأمر، ذكرنا كل هذا. بس ما أدري أنت لم تسمعني، يبدو أنك جئت متأخر. أما قضية والليل إذا يسر كما ذكرت، نعم، لكن أنا ما كانت هي مجالي، أنا اخترت موضوعا معينا نحويا معينا هنا، واخترت مسائل هي موضع خلاف. حذف الياء من والليل إذا يسر ما هو موضع خلاف ولا موضع ما هو متعارف عليه، يعني مثلا إذا هنا هذه ما تحدث عنها النحاة ولا حتى المفسرون، ما ذكر أحد منهم، يمكن قد يكون واحد، لكن مررت على كثير من كتب التفسير كلهم أو بعضهم لم يتحدثوا عنها أبدا، وبعضهم أشار إلى أنها إذن الناصبة للمضارع مع إرادهم لي، كما قلنا هنا في كلام السمين الحلبي في الدر المصون عندما قال لن تفلح لقد قلنا قولا شططا إن دعونا، مع أنه جاء بإيش، جاء بأداة شرط، وهذا يدل على أنها الشرطية. هذا وأكتفي بهذا القدر.
شكرا لكم. شكرا يا دكتورة، نشكر لكم هذه المحاضرة الشيقة. وبعد هذه الجولة من محاضرتنا ومن المتداخلين، لا نملك إلا أن نقدم لمحاضرتنا سعادة الدكتور الشكر الجزيل على إثرائنا وإفادتنا وإمتاعنا، كما نقدمه لجميع الحضور على متابعتهم ومشاركتهم، والمعذرة لمن لم يشارك لضيق الوقت. وأيضا الشكر موصول لأخي الأستاذ عبد الله، هو مساعدي خلف الكواليس. عفوا معلش، هنا في الشات، لان انا لا احب ان اترك احدا دون ان اجيب على اسئلتك. الاستاذ اظن حامد ابو طلعه يقول عن الحال الاستاذ مسد الخبر. لا، لم يرد فيما اوردته من صور الحال حال سادة مسد الخبر، فقط للتوضيح. احببت ان سؤال اخر، شيقه ام شائقه؟ شائقه طبعا، شاقه الأمر فهو شائق وليس شيق. شكرا لك. هو شاقة وليس شيقة، ولذلك نقول شائقة. بارك الله فيكم. جزاك الله خير دكتورة، شكرا لك. شكرا للجميع، ونذكركم بتسجيل اللقاء وعرضه في قناة مجمع اللغة العربية في اليوتيوب. وأيضا ألفت أنظار الحضور الكرام إلى الروابط الموجودة في الدردشة، وهي رابط الحصول على شهادة الحضور، ورابط العضويات التابعة للمجمع، ورابط متجر المجمع المعروض فيه إصدارات علمية وأثرية، وتجدون رابط به متابعة مجمع اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي. والشكر أيضا لجميع القائمين بأعمال مجمع اللغة العربية، وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي. ونلقاكم بإذن الله في لقاء قادم، ونستودع الله الجميع إلى ذلك الحين. طابت أوقاتكم ولياليكم الرمضانية بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.